حراك الشباب تشرين لمقاطعة الانتخابات، هذا موضوع فات أوانه. يعني اليوم الشعب هو صار أزيد من قضية تشرين، اليوم الشعب هو صار حراك لاستعجال لدعم الانتخابات في موعدها. يعني اليوم إذا الشباب تشرين يريدون يقاطعون الانتخابات أو يشاركون في الانتخابات، إذا يشاركون يا أهلا وسهلا بهم، وإذا يقاطعونهم يا أهلا وسهلا بهم. يعني هذه قضية يعني صارت على يعني صارت على محافظات، صارت على شعب عراقي. يعني اليوم الشعب هو يريد إعجال الانتخابات ويريد تقرير هذه الوجوه.